يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ندرس في مادة البلاغة في الثانوية، ندرس المجاز والكناية والاستعارة، ويمثل على ذلك بأمثلة من القرآن، فما هو الحق في هذا الأمر؟ الحق إن ما فيه مجاز، القرآن ما فيه مجاز، كله حقيقة، كله حقيقة، لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز كما يقولون. ولكن الدراسة لا بأس أن تدرس، تعرف الأقوال الصحيح منها وغير الصحيح، ولا تعتقد هذا، تدرس ولا تعتقده، تدرسه لتعرفه، لتعرفه فقط، ولتعرف ما أخذه، وتعرف ما يترتب عليه. الدراسة غير الاعتقاد، ادرس الحقيقة والمجاز وعلم البلاغة والكناية والاستعارة وإلى آخره، لا لتعتقد هذا، وإنما لتعرف، تعرف أقوالهم وتعرف معتمداتهم وتعرف ترد عليهم، لأن ما يمكن ترد عليهم وأنت ما تعرف أقوالهم. فالدراسة يا إخوان غير الاعتقاد، تدرس حتى الأقوال الباطلة، ندرس أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة، ندرسها من أجل أن نعرف كيف أخذوها وكيف نرد عليها. نعم.